كل الناس بقت ترند، ترند هو الشارع. رامز ما فكرش يجيبكم انتوا الاثنين مع بعض. متداري ورا ياسر اخوه. والله انا ما بغني له خالص ولا هو بيمثل لي يعني. بتمنى له كل حاجه حلوه، بتمنى ان هو ياخد المكانه اللي يستحقها. محمد العمروسي ومي فاروق معايا ومنوريني، ومبروك على النجاح اللي مكسر الدنيا في المعلم وفي المداح. اولا عايزه اطمن على صحتك واقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلم عمرك. الحمد لله، وازمه وعدت وقدر ولطف الحمد لله. مي اول ما حصلت الازمه ما الدنيا اتقلبت، هي اللي كانت معايا وخدت الخضه كلها والله. يعني الخضه لوحدي يعني بشكرها والله. الحمد لله ان هي لحقتني بصراحه، انقذت حياتي والله الحمد لله. كلميني عن شعورك اول لما قابلك كده بالسلامه وبقى زي الفل. لا لا لا، هو محمد بني ادم، بني ادم طيب وربنا بيحبه، ده حقيقي. لانه الموضوع جه فجاه وانا اتخضيت، بس اللي هو ايه عارفه لحقنا يعني الحمد لله لحقنا. وهو جميل ويستاهل كل حاجه حلوه والله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. شفتي نجاحه ازاي في المعلم؟ كسر الدنيا، عمل لي حرف مصطفى شعبان وكمان المداح، يعني مسلسلين مكسرين الدنيا. بصي انا من قبل ما اعرف محمد وانا شايفاه شخص ناجح، يعني انا اصلا شايفاه ناجح ومميز ومختلف، ولسه ما خدش ربع حقه لحد دلوقتي، ومبسوطه جدا كمان باللي هو بيعمله دلوقتي وفرحانه بيه، وانا دايما فخوره بيه في اي حاجه، يعني هو عارف ده كويس. فبتمنى له كل حاجه حلوه، بتمنى ان هو ياخد المكانه اللي يستحقها ان شاء الله. قابلت ردود الافعال ازاي؟ كنت مبسوط جدا الحمد لله. يعني كل ما بيبقى فيه ردود افعال بالنجاح كويسه بتبسط طبعا على المجهود اللي الواحد بيعمله. ايه ينفع اللي انت بتعمله في مصطفى شعبان ده؟ حبيبي لا والله مش القصد خالص. مصطفى شعبان اول مره اتعامل معاه واتشرفت بيه جدا، لانه على المستوى الانساني شخص محترم وجميل، وعلى المستوى الفني فهو حد موهوب جدا ودؤوب على شغله قوي. فكره ان انا ابقى مسلسلين ترند كل يوم ترند، ده بيهمك؟ ده بيبقى فارق معاك ان انت كل يوم الحلقه بتاعتكوا ترند؟ والله الترند يعني انا كل الناس بقت ترند. الترند هو الشارع بالنسبه لي، الجمهور في الشارع بالظبط. لكن الحاجات اللي بتتصنع دي بالنسبه لي فيك كلها. رامز ما فكرش يجيبكم انتوا الاثنين مع بعض؟ فكر. ولا يفكر. انا عن نفسي لو سمعت اسمه من بعيد ههرب، انا بخاف. انا ما اعرفش اعمل كده. ما فكرش يعمل معاك كده؟ لا 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 لا, لا. انا متداري ورا ياسر اخوك. ايوه. ايه المسلسلات اللي عجبتكم في سيزون رمضان؟ والله انا ما تابعتش لان انا بصور الايام دي، لكن في خالد نور ومحمد نور. وانا اعلى نسبه مشاهده، مسلسل عظيم جدا وكامل العدد بلس 1. انت مختاره كل الحاجات اللايت. اللايت العائليه، انا بحب الحاجات دي قوي. اتفرجتيش على المداح؟ اوعي إيه تقولي اتفرجت. خلاص ما هقدر. انا ما اقدرش. لا اتفرجت على المداح وعلى المعلم، ده كده كده يعني. انا بقول الحاجات الثانيه. لما محمد ربنا يقابلك بالسلامه وربنا يخليكم لبعض، غنيتي له اغنيه ولا حاجه بمناسبه شفاء؟ والله انا ما بغني له خالص ولا هو بيمثل لي يعني. انتوا فاكرين غلط والله. لا والله خالص خالص، انا بغني في شغلي بس، احنا مع بعض مفيش الكلام ده.